يوم الخمسين الذي جعل عظة الرسول بطرس بهذه القوة، رغم أنها كلمات بسيطة وعادية، حتى أنها استطاعت أن تربح 3000 نفس وأن تجعل السامعين يبكتوا في قلوبهم، هي أنها جاءت عقب حادثة في منتهى الأهمية والخطورة في الحياة المسيحية، وهي انسكاب الروح القدس والامتلاء من الروح القدس. والامتلاء من الروح القدس ليس فقط حادثة تحدث مرة في التاريخ، وإن كان لابد أن تكون هنالك حادثة في تاريخ حياتي أكون قد قبلت فيها وامتلأت فيها من الروح القدس، ولكن على الرغم من أن التلاميذ امتلأوا من الروح القدس في يوم الخمسين، إلا أن سفر أعمال الرسل يذكر عنهم مرات متعددة أنهم فلما صلوا أعمال 4 تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس. وكذلك الرسول بولس حنانيا قال له الرب يسوع أرسلني لكي تعتمد وتمتلئ بالروح القدس، ومع ذلك بعدما اعتمد وامتلأ من الروح القدس عدة مرات يقول فامتلأ بولس من الروح القدس وقال أو فعل وهكذا. في المرات اللي فيها كان هنالك أعمال القوة الإلهية، ومن ثم فأنا لابد أن يكون هنالك تاريخ في حياتي دخلت فيه في علاقة الامتلاء من الروح القدس مع الآب السماوي والرب يسوع المسيح، ولكن ينبغي أن أظل متجدد الامتلاء من الروح القدس، خصوصا في كل مرة سأخرج إلى عمل الخدمة، سواء خدمة المواهب أو خدمة التبشير أو أي شكل من أشكال خدمة الإنجيل. وده درس خطير وأساسي علينا كخدام أن ننتبه إليه. يعني إحنا في أوقات كتيرة، وأنا أول الناس كنت بقع في هذه الغلطة حتى تعلمت الدرس، يعني اللي هو إيه، ورايا أعباء كتير وزيارات وافتقادات وخدمة، وبعدين الحق ده انت عليك العظة، فأذهب إلى العظة. طيب أنا عايز أصلي، فأصلي ربع ساعة وأذهب إلى العظة، ده مش ده الامتلاء بروح القدس وعليه. فقد تعلمت بقى لاحقا إن اليوم اللي أنا هخدم فيه أخذه كله متفرغ للصلاة، لأنني في المساء سأقوم بخدمة الكلمة.